المرة اللي فاتت كنا انتهينا على ايه؟ ان احنا عرفنا يعني ايه حدود الشارع الخليه دي هيوصل لها اوردر من الدي ان ايه؟ الدي ان ايه اللي موجود جوه هيدي اوردر الخليه انها تتشال. طيب السؤال بقى، احنا اتكلمنا ان العمليه دي هيحصل ان الخلايا هتنتحر وده بجرام، وده يا اما يبقى فيسيولوجيكال يا اما باثولوجيكال. الفكره بقى ازاي العمليه دي بتحصل، الباثولوجيكال والميكانيزم عندي، ده اكتب عليه سؤال امتحانات ليه كتير جدا. هو يعني حاولت على قد ما اقدر ان انا التزم بكتاب، لان يعني الكتاب عجيب شويه، بس يعني يمكن كتاب السنه دي او السنه اللي فاتت اتعدل شويه. احنا اتفقنا قبل كده انك مين اللي هيدي الاوردر للخليه انها تنتحر؟ الدي ان ايه. طب الدي ان ايه ده هيخلي الخلايا دي تنتحر ازاي؟ والله دلوقتي انا عايز افهم بس شوية حاجات كده في الخلية. انتوا عارفين ان الخلية عليها ريسبتور كتيرة من بره، لدرجة انهم بيقولوا لها اب تو مليون ريسبتور. تمام؟ واحد من ضمن الريسبتورز اللي موجودة على الخلية ده اسمه بيس ريسبتور. طيب ادي النيوكليس هنا، ده جوه هنا في الدي ان ايه. هو مين اللي بيجنب عن النيوكليس؟ من تاني امبورتنت كانال عندي المايتوكوندريا. طيب الطريقه الاولانيه او المرحله الاولانيه بيقولوا عليها هي مرحله الانيشيشن. يعني ايه انيشيشن؟ البدايه. والمرحله الثانيه بيقولوا عليها اكسكيوشن. كلمه اكسكيوشن يعني ايه؟ اعداد. يبقى انا عندي مرحلتين اعمل. المرحله الاولانيه الانيشيشن دي مين اللي هيعملها من غير ما افكر؟ مين اللي هيبدا او هيدي الاشاره بعمليه الانتحار الدي ان ايه؟ يبقى دي كده كده لازم الدي ان ايه هو اللي هيطلع الاشاره دي. الاشاره اللي عندك ادي الخليه اهي، وادي النيوكليس اهي، والدي ان ايه جوه هيطلع اشارة. وفي ريسبتور هنا اسمه ايه؟ ديس ريسبتور. الاشارة دلوقتي هتطلع من الدي ان ايه. خرجت ولا لسه جوه الخلية؟ خرجت. خرجت بره الخلية بيسموها اكسترنال سيجنال. هتروح لمين؟ هتروح للتي ليمفوسايتس. تعمل ستيميوليشن فيها، تخرج مادة اسمها تي ان اف. سمعت عن تي ان اف دي قبل كده؟ تيومر نيكروزنج فاكتور. طب تعرفوا ايه تيومر نيكروزنج فاكتور ده؟ وايه علاقه التيومر اصلا بالقصه دي؟ التي ان اف ده ماده بتعمل ديستراكشن لاي حاجه بتقابلها. فالتي ان اف ده هيرجع يعمل ستيميوليشن لمين؟ للديس ريسبتور. طب لما يحصل ستيميوليشن للديس ريسبتور، الديس ريسبتور ده اول ما يجيله الاشاره ان هو هيحصل له ستيميوليشن يبدا يطلع مواد. المواد دي برضه في صوره اشارات هتوصل لللايزوزوم. اللايزوزوم ده موجود فيه ايه؟ انزيم بروتييز انزيم. البروتييز ده تفتكر دلوقتي هيبدا يعمل ايه في الخليه؟ هيدور لك الخليه. العمليه دي كلها السيجنال كانت اكسترنال ولا انترنال؟ اكسترنال. يبقى الانيشيشن ده اول حاجه اكسترنال سيجنال او بيسموها اكسترنسك سيجنال، هي نفس المعنى. ان الدي ان ايه ادى اوردر للليمفوسايت، طلعت حاجه اسمها دي ان اف، عمل السيميوليشن دي راح للديس ريسبتور. وفي ناس على فكره بيسموا الميكانيزم ده ديس ريسبتور ريليتد او ديس ريليتد ريسبتور. يعني هو الموضوع كله حصل اكسترنال سيجنال بس لازم تعدي على مين؟ على ديس ريسبتور. طيب دي طريقة. الطريقة الثانية بقى إن أنا عندي دلوقتي بدل ما الإشارة بتخرج بره، الإشارة هتروح لمين؟ للميتوكوندريا. طب إيه دور الميتوكوندريا في الأبوبتوس؟ الإشارة دلوقتي إكسترنال ولا إنترنال في الحالة دي؟ خرجت من النيوكليس راحت للدي إن إيه، لسه ما خرجتش بره للخلية. يبقى يقولوا عليها إنترنال سيجنال. طب سؤال، ايه علاقة النيوكليس سوري الميتوكوندريا اصلا بموضوع الابوبتوزس ده؟
علشان تفهم ايه ربط الميتوكوندريا هسألك سؤال. احنا خلايانا الطبيعي بيحصل فيها انتحار ولا ما بيحصلش فيها انتحار؟ ما بيحصلش فيه. الطبيعي يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي في النورمال كل يوم تلاقي مثلا حتة تشو حصلته تكريس. يعني انا بتكلم من جنرال ليه مثلا الواحد كل يوم بيصحى يلاقي الليمب بتاعه نفس المقاس ما حصلوش ألف في مثلا ما حصلش الثلاثة بتاعه بتوزن. ان انت عندك في بالانس خلايانا ما بتنتحرش ليه؟ يعني الخلايا بتاعتك انت دلوقتي هتعد الخلايا اللي موجوده تاني يوم هتصحى تلاقيها زي ما هي عشان ما حدش يجي يقول لي طب ما الماكروفاج السؤال الماكروفاج دي حصل لها تحت ظروف معينه انها زادت اثناء انفكشن ورجعت تاني. اللي انا بتكلم فيه جيت بصيت على تشو على لمب على اي حاجه هتلاقي الخلايا بتاعته ثابته ما اتغيرتش ما قلتش في الحجم والكلام ده. يعني معنى كده من الاخر ان انا في بالانس عندي ما بين الحاجات اللي بتعمل ابوبتوزس وما بين الحاجات اللي انتي ابوبتوزس. يبقى اذا دلوقتي الميتوكوندريا دي جواها ايه؟ جواها حاجات بتعمل ابوبتوزس وجواها حاجات انتي ابوبتوزس. الاثنين دول ما بينهم ايه؟ بالانس. طيب لو انا دلوقتي اديت اشاره من الدي ان ايه راحت الميتوكوندريا عايز اعمل ابوبتوزس يبقى اكيد هزود مين؟ الابوبتوتيك نيوكليو او اقلل الانتي ابوبتوتيك. تمام؟ اللي هما واحد اسمه الباكس دول النيوكليو دول وواحد اسمه البي سي ال 2 تعرفهم اسم بس. يبقى الفكره فين؟ ان الاشاره دي انترنال طلعت من ايه؟ من النيوكليوس من الدي ان ايه ما خرجتش بره في الخلايا طلعت فين؟ جوه في الميتوكوندريا. طب لما راحت الميتوكوندريا اديت له اشاره انه يعمل ايه؟ يزود الابوبتوتيك مولكيول ويقلل الانتي ابوبتوتيك مولكيول. طب الخلاصه كلها ان المواد اللي او المولكيولز اللي هتعمل ابوبتوتيك هتزيد. هتعمل ايه؟ تدي اشاره، الاشاره دي هتعمل الاكسكيوشن ازاي؟ انها تعمل اكتيفيشن للبروتيز انزايم، والبروتيز انزايم هيقوم بالواجب ويعمل ايه دلوقتي في الخليه؟ يدور لك الخليه ويفتفتها زي ما هنعرف الطرق او الخطوات اللي هتدوسها. يبقى انا دلوقتي علشان افهم الميكانيزم لازم احط في دماغي حاجتين، ان انا عندي في انيشيشن وعندي في حاجه اسمها اكسكيوشن. اكسكيوشن ده ان الخليه ماتت مش كده وبس ده لسه فيها كماله ليها. طب الانيشيشن دلوقتي بيحصل ازاي؟ مين اللي بيعمله؟ الدي ان ايه. طب الدي ان ايه ده هيطلع اشاره، وعلى فكره الاثنين ما بيحصلوش مع بعض. يعني يا دي يا دي. الانيشيشن ده يا اما الاشاره بتاعته تبقى اكسترنال يا اما انترنال بناء على ايه؟ مزاجه. في ليمفوسايت قريبه منه هيبعت لها اشاره وده تعالى. تمام؟ طلع لي دي ان ايه. مفيش ليمفوسايت يبقى هرجع للاسلوب الثاني اللي هو الانترنال. طيب الاكسترنال دي هتروح لمين؟ هتخرج بره الخليه، تروح للليمفوسايت تطلع منها تي ان اف. الدي ان اف ده هيجي يرشق كده فين؟ في الديس ريسبتور، يعمل فيه ستيميوليشن ويطلع منه انزيم اسمه البروتيز. طب لو كانت انترنال سيجنال، الدي ان ايه مرات الاشاره بتاعته هتبقى اكيد داخليه، مين اللي هتروح له؟ الميتوكوندريا. طب مش معنى الميتوكوندريا؟ لان الميتوكوندريا ده هو حاجات ابوبتوتيك نيوكيولز وانتي ابوبتوتيك. انا المطلوب مني ان انا اعمل ايه؟ ازود الابوبتوتيك واقلل الانتي ابوبتوتيك. فالبالانس يبقى فيه خلل. تمام؟ ولما يحصل خلل في البالانس اللي عندي ده يبدا يحصل اكتيفيشن للبروتيز انزايم وبعد كده برضه يدوب الخليه. طيب زي ما هنعرف كمان شويه الخلايا دي هتدوب وتتفتفت وده اللي كنا قلناه المره اللي فاتت بيديني شويه بادي كده اسمه ابوبتوتيك بادي. مصيره ايه البادي ده؟ بالظبط يحصل له فاجوسايتوزس. يعني نهايه الاكسكيوشن هيحصل له ابتيك بالماكروفاج فاجوسايتوزس وكده الخليه اختفت وشكرا مش محتاج ان انا اعمل فيها اي مشكله. تمام؟ يبقى الميكانيزم بتاع الابوبتوزس ايه هو؟ انيشيشن واكسكيوشن. والانيشيشن ده فيه كام نوع؟ انترنال واكسترنال الاثنين ما بيحصلوش مع بعض. الاكسترنال راحت لفين؟ راحت الليمفوسايت طلعت تي ان اف راحت للديسك ريسبتور
ده الطاقوتيز انزيم مدور في الخلية. والتاني الانترنال راح لمين؟ للميتوكوندريا زود الابوبتوتيك مليون بي سي ال2 قال الانتي ابوبتوتيك تمام؟ وفي الحالة دي ايه اللي هيحصل عندي؟ الابوبتوتيك مليون الباكس زاد هو البي اكس ماشي؟ والانتي ابوبتوتيك هيجيب فالتوتال الموديول عندك دلوقتي ايه اللي حصل فيه؟ ذات ان انا هيحصل عندي اكتريشن للبروتيز انزيم ونكمل القصة دي. في الاخر هتتخلص من البقايا بتاعت الخلية دي عن طريق الفاجوسايتوسيس. ودي جملة جيمس كيو بس مش هتفهمها دلوقتي لما نوصلها. طيب ارسم بقى الرسمة دي لان من غيرها في حاجات كتير هتبقى مزد عندك وما تركزش في اي كلام حتى مكتوب عندك ايه بعد ما نخلص الرسمة دي ونراجع الكلام اللي احنا انا عايز اشوف شكل الخلية اللي هيحصل فيها ابوبتوز من وجهية نورمال لحد ما تبقى ايه ابوبتوز ويحصل لها ابتيت. ادي خلية اهي وليها نيوكليس وجوه النيوكليس دي ان ايه اخباره ايه بقى وترتب دايما الدي ان ايه بيبقى مترتب ترتيب عشوائي تمام مظهر وادي السن. انا دلوقتي هبدا مراحل ذوبان الخلية تمام ومراحل دي كمان ومراحل الاكسكيوشن. فدي اول مرحله خالص رقم واحد دي نورمال سيل. المرحله اللي بعد كده وركز كويس علشان دايما اشهر سؤال مقارنه هتلاقيه نكرره لك مرتين مقارنه الابوبتوس والنيكروزس. فركز كويس لان ما بينهم اوجه اختلاف وفي حاجات متشابهه. اللي هيحصل دلوقتي احنا قلنا عمليه الابوبتوسس دي بتحصل لعب فين؟ الدي ان ايه. الدي ان ايه اول رياكشن هيحصل فيه ان الخلايا بتاعته هتبدا او الكروماتين هيبدا يحصل له ايه؟ يقول لك كوندنسيشن. بس خد بالك من حاجه الكوندنسيشن ده حصل في السنتر ولا في البريفري؟ بيسموه بريفرال كوندنسيشن. طب سؤال تاني لما الكروماتين يحصل له كوندنسيشن يبقى حجم النيوكليس هيحصل فيه ايه؟ هيقل. يبقى تاني حاجه حجم النيوكليس عندك هيقل. خد بالك انا ما عملتش ديستراكشن للنيوكليار ممبرين. ده واحد من ضمن الفروق. خد بالك كويس المشكله ما كانتش في النيوكليار ممبرين، المشكله ان الكروماتين هو اللي بدا يعمل كوندنسيشن على بعض. طيب لما يحصل بريفرنت كوندنسيشن قلنا النيوكليس بتاعتك هتبقى سمول مضر. ده اللي بنسميه ميكنوزس عادي. بس في الكتاب حتى وما جابش سيره انها ميكنوزس وايه وفي بعض الدكاتره يقول لك لا ما اسمهاش ميكنوزس بس هي اسمها ميكنوزس. بس ايه ما تتفاجئش تبقى اسمه دارك نيوكلس. طب سؤال تاني لما النيوكلس حجمها هيكش التوتال سايز بتاع السيل هيحصل له ايه؟ هيزيد ليه؟ هو في حاجه طلعت انا قلت النيوكلير ممبرين اتخرم ولا سليم؟ يبقى في حاجه هتطلع من جوه؟ طيب يبقى في الحاله دي النيوكلير ممبرين سليم. انا عملت ايه؟ عندي حاجه كده وربعها نيوكليس تمام؟ فاول ما هتظهر يبقى بالتالي حجم الخليه هيحصل له ايه هو كمان؟ شرنك. يبقى السؤال ليه حصل شرنك سيل؟ انا دلوقتي عندك دي حصل كوندنسيشن زنقت كلها على بعض زي فكره شنطه انت مرتب فيها الحاجه هتغلط فهتبقى ايه؟ منفوخه صح؟ كل اللي انت عملته انك رتبت الحاجه اللي جوه الشنطه دي وبالتالي وفعصتهم كلهم جنب بعض فبالتالي حجم النيوكليس هيحصل له ايه؟ هيقل. طيب لما حجم النيوكليس يقل اكيد السيل نفسها هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها كولابس كمان. يبقى تاني حاجة أو تالت حاجة السيل هيبقى شرانكن. وده أول فرق.
طب سؤال، واحد يجي يقول لي طب ليه بقت شرانكل مع ان النيوكليس هنا صغرت؟ هقول له لان هناك النيوكليس كانت بتخرج الكونتنت اللي جواها اللي هي المينرالز اللي هنا، فكانت بترفع الاوزموتيك بريشر. اما هنا النيوكليس بيحصل فيها ايه؟ بتصغر. يعني انا دلوقتي لو جيت ناس بالظبط عندي الاوضه دي هعتبرها هي الخليه ماشي، وعندي خمس او ست شنط مناديهم هدوم متنطورين واخدين مساحه في الاوضه. اوكي؟ طيب في ريليشن ما بين النيوكليس وما بين السيتوبلازم، حد عارف الريليشن دي كام لكام؟ ما انتوا عديتوا من الاستورج ازاي؟ النيوكليس السيتوبلازم 1/4 يعني النيوكليس ربع حجم السيتوبلازم. لازم عشان الخلايا تبقى مظبوطه يبقى حجم النيوكليس وربع حجم السيتوبلازم. طب سعادتك دلوقتي لما تقلل حجم النيوكليس بالتالي لازم حجم السيتوبلازم يحصل فيه ايه؟ فبالتالي التوتال عندك الخلايا يحصل فيها ايه؟ شرنكل سيت. طيب يبقى اذا دلوقتي دكاتره انا عندي ايه التغيرات اللي حصلت؟ رقم واحد ريفرنت كومبنسيشن فين؟ في النيوكليس. رقم اتنين شرانكينج سيت. طيب بعد كده بقى يبدا يحصل حاجه غريبه وركز فيها. السن ممبرين يبدا يطلع منه براعم، برعم ده اسمه بليب. بص بقى السن ممبرين يبقى عامل ازاي؟ هو ايه اللي خلى السن ممبرين ده يحصل كده؟ مين اللي بيدي الاوردر ده؟ اي حاجه تحتاجها؟ شفت الخلايا بقت عامله ازاي؟ بقت بالمنظر ده. النيوكليس حصل لها ايه؟ بقت كوندنسد، والنيوكليس ميمبرين بقى ايه؟ بدا يحصل في حاجه اسمها بليب. طيب بص بقى اللي جايه دي، يطلع اوردر كمان بس ده بيبقى سريع جدا، يروح جاي مدوكه في النيوكليس ميمبرين. هو ايه فايده النيوكليس ميمبرين؟ بص ارجع كده معايا، لو قلت لك الكروماتين بيبقى مترتب هنا ايه؟ ترتيب عشوائي، فلو شلت النيوكليار ممبرين هيحصل ايه في الكروماتين؟ هتتبعثر في وسط الخلايا. هو ده اللي هيحصل. اول ما النيوكليار ممبرين هيدوب كل شويه كروماتين هيحصل لهم ايه؟ هيبداوا يتبعثروا ويدخلوا فين؟ يبقى النيوكليار ممبرين حصل له ايه؟ حصل له رابشر او ديسول وهرب الكروماتين عنده. طيب وبعد كده ايه تاني اللي هيحصل؟ هيبدا كل حته من اللي انتم شايفينهم دول من البليبس من البراعم دي يبدا يحصل لها كونستريكشن. طب تتوقع لما يحصل لها كونستريكشن هيحصل لها ايه؟ هتنفصل كل حته لوحدها كده سيبريتد عن بعض. طب كل بليب من جوه جواه ايه؟ جواه الكروماتين. يبقى معنى كده ان الخلايا اتحللت في الاخر ودابت واتبقى لك ايه؟ سيلف برين وجواه كروماتين. هو ده اللي بيسموه ابوبتوتيك بارت. يبقى تاني الموضوع بدا معايا ازاي؟ الخلايا كانت نورمال. أول حاجة حصل لها إيه؟ أول تشينج بريشر كونسنسيشن أوف كروماتين. بس خد بالك كده بينك وما بين نفسك ما تكتبش ما تجودش يعني التفاصيل اللطيفة بتاعتكم دي. فالبريشر كونسنسيشن ده حصل بس النيوكليار ميمبرين أخباره إيه؟ إنت. بعد كده لما النيوكليار صغرت في الحجم أكيد حجم السير هيحصل له إيه؟ شرنك. بعكس النيكروزس اللي كان بيحصل إيه في حجم السير؟ بعد كده بعد ما بقت شرانك سيل بدا يحصل رابع خطوه اللي هي تكوين الليبس. طب وخامس خطوه حصل ايه؟ حصل لايسيس او ديسولف للنيوكليار ممبرين. ده
لما النيوكلير ممبرين ده احتفى الكروماتين اللي جوه هرب راح فين؟ راح ناحيه البريد. وبعد كده حصل كونستريكشن في البليبس دي وطلعت لك في الاخر ابوبتوتيك بودي. الابوبتوتيك بودي ده عباره عن ايه يا مارك؟ ممبرين وجواه كروماتين. حلو ده ولا وحش؟ ليه؟ انتجين ازاي؟ وانت انت تعرف منين ان الحاجه دي انتجين؟ ده هو نفس تركيب الكروماتين بتاعك. ده مش عايز اقول لك بقى كمان ان في حاجه جميله جدا. الابوبتوتيك بادي ده عباره عن ايه؟ كروماتين. لو في خليه من نفس النوع ممكن تروح سحبه ده. انتوا عارفين ان الخلايا عندها حاجه اسمها كودوس، يعني عندها طريقه انها تعمل انجلفمنت. سمعت الكلام ده ولا لا؟ فممكن تعمل انجلفمنت ليه؟ ما مش انت عايز تعمله فاجوسايتوزس؟ الفاجوسايتوزس ده ممكن يبقى بالماكروفاج او بالجيبسون سيل. طب هو سؤال، الخليه لو خدتها تستفيد بايه؟ هتستفيد بمين؟ بالكروماتين بتاعها. فبالنسبه لك دي بقى الجمله المشهوره قوي، هو كده كده يعتبر سيلف انتجين، يعني عمره ما هيعمل ستيميوليشن للميون سيستم. ودي اشهر جمله ام سي كيو، ودي دايما بيلبسوا الاله فيها في الامتحان. هل الابوبتوزس يعمل ستيميوليشن للميون سيستم؟ لا. يعني هل في انفلاماتوري رياكشن؟ انتوا فاكرين الكيزس نكروزس كان بيبقى حواليه ايه؟ جرانيلوم. الفات نكروزس كان بيبقى حواليه ايه؟ انفلاماتوري سيل. اي نوع من انواع النكروزس جهاز المناعه ما بيعرفش يهاجم وبيروح يهاجم. اما هنا العمليه دي بتحصل بدون مشاركه من جهاز المناعه. طب سؤال، السؤال بقى اللي جه وهي دي بقى الحته المهمه وقلت لهم عليها اكتر من مره وجت مرتين في الامتحان. دلوقتي مش انا قلت لك ان عمليه الاكسكيوشن بتتم بعمليه ايه؟ الفاجوسايتوزس. طب مين اللي يعمل الفاجوسايتوزس عندك؟ حاجه من اثنين، يا اما نير فاي سيل خليها جنبها يا اما مايكروفاج. هنا بقى السؤال، الماكروفاج اللي جايه دي جايه ازاي؟ جايه ليه؟ هل انت عملت ستيميوليشن؟ انتوا فاهمين طبيعه الماكروفاج دي عامله ايه؟ زي كان بيسموا الماكروفاج دي المخبر اللي هو بيعمل ايه؟ انتوا عارف اسم الماكروفاج الثاني دي اسم كده اسمها ايه؟ انتجين بريزنتنج سيستم. يعني ايه انتجين بريزنتنج سيستم؟ هو المخبر بيعمل ايه؟ بيمسك اي واحد زي اللي حصل عندكم امبارح تمام؟ وبياخدوا لساعه الزبد ويعملوا ايه؟ ويلفهوا له اي كان. طيب الفكره فين؟ ان انت عندك الماكروفاج دي على طول سيركيوليتنج، ما بتقعدش دواره على طول. فكده كده وهي بتلف يقول لك كده بالكوينسنس. كوينسنس يعني بالصدفه. شافت ابوبتوتيك بادي راحت واكلاها. طب لو ما هي ما كلفتوش في غيرها هياكل. السؤال، هل الابوبتوزس بيعمل انفلاماتوري رياكشن؟ بيعمل ستيميوليشن انفلاميشن؟ لا. السؤال بقى اللي جاي من في الامتحان كومبليت. الانفلاماتوري سيل بريزنت ان ابوبتوزس از نوت ايه؟ ماكروفاج. الناس قالت ازاي السؤال ده ايه؟ لا، هو سعادتك الانفلاماتوري سيل دي جايه بالصدفه مش جهاز المناعه اللي عمل لها ستيميوليشن. فلما تسمع سؤال عشان بس الناس ما تلخبطش بعض، هل الابوبتوز بيعمل ستيميوليشن انفلاماتوري ريأكشن؟ لا. طب الماكروفاج اللي جت دي جت ازاي؟ بالصدفه. كانت معديه قلت تاخد الجمعيه اللي هو تمام؟ معديه راحت جايه هوب خد الماكروفاج دي وكمل طريقك عادي. اكتب كده يا ابني جنبها معديه وجت تاخد الجمعيه. هي دي اللي هتفتكرها. يبقى دلوقتي القصه اللي قدامك دي تاني كده واحده واحده. انا بدات عمليه الابوبتوزس ازاي؟ ايه خطوات الابوبتوزس؟ اول حاجه الخلايا النورمال دي حصل لها ايه؟ ريفرال كونتكشن الكروماتين. بعدين شرانكن سيل. بعدين سليبس. بعدين اصبحت نيوكلير ممبرين. وبعدين هيلف مايجريشن كروماتين ناحيه الفلكس. وبعدين
كونستريكشن للبلبس، وفي الاخر اديتك حاجه اسمها ابوبتوتيك فالف. عارفين ده في الليفر سموه ايه؟ كونسل ممبر. تمام، واحد شافه قال هوب ده سميه باسمي. تمام، كونسل ممبر. طيب السؤال، مصير الابوبتوتيك بادي ده ايه؟ هيحصل له فاجوسايتوز، صح؟ طب فاجوسايتوز بايه؟ في الماتريسيل مايكروفاج جايه بالصدفه. يبقى الجمله الاولانيه عشان ما تحسش ان الجملتين دول متناقضتين، رقم واحد في الصح وغلط، هل بيحصل اندكشن او انديوس للانفلاماتوري ريأكشن؟ يعني هل في ستيميوليشن للانفلاماتوري ريأكشن مع الابوبتوزيس؟ لا. طب لو جيت سالك ايه هي الانفلاماتوري سيل اللي موجوده مع الابوبتوزيس هتقول لي ماكروفاج. طب ازاي الجملتين دول؟ لان الماكروفاج جايه بالصدفه، الماكروفاج دي ما بتبطلش ده. تمام؟ فلقيته ابتليته في سكته. يبقى هي مش جايه مخصوص ليه، ده هي جايه كده بس. تمام؟ ادي كده الابوبتوزيس. دكتور نعم، هو الهيلث سيل اللي هتاخد الشيب ده هتعمل هتستخدم الدي ان ايه، هتكسره وتطلع منه الجيز البيورين والبيورين دي هتستخدمه ليه. تمام؟ عندنا مدرس انجليزي كان دايما يقول لنا الليتر الليتر يا ابني ذاكر الليتر. 20 سنه بقى لي الليتر هيجي وما جاش وما جاش برضه. طيب انا دلوقتي عايز افهم هو المقارنه ما بين الابوبتوزيس والنكروزيس. دكتوره ايه عطيه لما يجي لك مقارنه مش هيقول لك انا هقول وانت كملي، ده رقم واحد. وما هو هيدي لك ايه؟ هيقول لك كومبير ما بين الاثنين وعيش انت. تمام؟ الايتمز قلنا ايه؟ انت اللي هتكمله معايا. طيب هو احنا ايه الايتمز بتاعتنا اللي دايما بنكتبها في اي حاجه؟ ديستريشن. اي حاجه ممكن تسندك شويه، فيزيولوجي، ميكانيزم. في حاجات هنحتاجها، في حاجات مش هنعرف نكتبها اصلا، مايكروسكوب الكوبرس. طب انا هسال سؤال، المقارنه دي هتلاقيها بتتم الكلام اللي احنا قلناه، وانا كاتبها لك مره في النكروزس ومره في الابوبتوزس، عشان لو حبيت ما تذاكرش النكروزس وذاكرت الابوبتوزس تلاقيها معايا. ما ذاكرتش الابوبتوزس وذاكرت النكروزس تلاقيها معايا. تمام؟ ما ذاكرتش الريفيرتر والتيتري ولا الريفيرتر والخالص هكتبها لك في اي شفطه تلاقيها معايا. وبرضه مش هتيجي اهو. طيب ايه الفرق ما بين تعريف النكروز وتعريف الابوبتوزس؟ ده حد فاكر تعريف النكروز كان ايه؟ لوكال ديس اوف بروموفسنس ويز ان ديمينيشن. ده ديس اوف بلوب اوف سيلز ديمينيشن. اما ده بروجرام سيلز ديس. وغالبا بتبقى السيل هنا اندفيجوال، يعني هي خليه او اثنين، يعني دي عمليه مش جماعيه. لان كل خليه دي ان ايه مسؤوله عن خليه واحده بس. طب الحاجه الثانيه انواعه ايه؟ في الابوبتوزس اتكلمنا ان في فيسيولوجيكال وباثولوجيكال. هو هل في النكروزس ينفع في فيسيولوجيكال نكروزس؟ اكيد ده. تمام؟ هو باثولوجيكال بس. طب هل بيحصل انديوس او ستيميوليشن للانفلاماتوري ريأكشن؟ اكيد في النكروزس، اما هنا مفيش. تمام؟ طيب الابوبتوزس السيل في المايكروسكوب، السيل سايز اخباره ايه؟ بعكس هنا كان بيحصل له ايه؟ واحد. فالمقارنه عندك هو تجميع للكلام اللي احنا قلناه، ما فيهاش اضافات جديده. كان بقى فاضل حته كده الفيت اوف نيكروزس. تعالى بقى نرجع لها يمكن نفهمها دلوقتي. يعني بعد ابدا انواع النيكروزس ثاني او ثالث مره. مصير النكروزس ده بيتوقف على ايه؟ على حاجتين على فكره، في انفكشن ولا لا؟ هو هيفرق معاك لو النكروزس حصل معاه انفكشن او بيوتريفاكشن. حصل ولا لا؟ ليه؟ هتمشي بسكه جنجرين ولا هتمشي بسكه ثانيه؟ والحاجه الثانيه السايز بتاعه. وهفهمك دلوقتي حاجه لو سمحت يا دكتوره. ادي الليفر وحصل نيكروزس في الحته دي، وادي الليفر وحصل نيكروزس في الحته دي.
مين اسهل اللي هتعمله فاجوسايتوسس؟ بتخلص منه، هو ده جزء من القاعده دي، اعرفها قاعده فوريفر، ما ينفعش اسيب تيشو ميت وسط ليفنج تيشو، لازم اعمل فيه ايه؟ لازم اتخلص منه، صح؟ لو كان اسيبتك، كلمه سيبتك اصلا يعني سيبسس يعني ملوث، فكلمه سيبتك ملوث. طب اسيبتك يعني ايه؟ يعني غير ملوث. لو كان الجرح ده او سوري النكروز ده اسيبتك، يعني ايه اسيبتك؟ يعني ما حصلش معاه تعفن وفيهوش بكتيريا ومفيهوش اي مشاكل انا خايف منها. لو كان السايز بتاعه سمول سايز صغير سهل انك تطلع 3 4 ميكروفات يخلصوا عليه وياخدوا. طب فلو كان عندك سمول سايز ومفيش بكتيريا هتعمله فاجوسايتوزس بالميكروفاج. طب لو برضه مفيش بكتيريا بس شايفين السايز ده ايه؟ كبير قوي. طيب لو انا فكرت ان انا اعمل ريبير، الاول اعمل فاجوسايتوزس، هتاخد منك وقت ولا لا؟ هتاخد وقت كبير قوي. وبعد كده انت هتاكل الجزء ده، هتسيب الاورجان فاضي، صح؟ ففي الحاله دي يبقى انا دلوقتي هاخد وقت كبير في عمليه الفاجوسايتوزس، وهاخد وقت كبير في ان انا اصلح الجزء اللي انا كانت باكله. في الحاله دي ما بتجيبش بالطريقه دي، انت الجزء ده مات، صح؟ في طريقه لذيذه الجسم بيعملها، يقول لك ايه؟ انت خايف من ايه دلوقتي؟ ده جزء ميت، خايف من ايه؟ انه يحصل له سبريد هنا، صح؟ طب ليه برضه؟ عشان ما ياثرش على التيشو ويموتوه. حلو، يبقى انت محتاج انك تعمل ايه في الجزء الميت ده؟ تحجمه، صح؟ يعني ايه تحجمه؟ يعني تبني حواليه فايبروزيت، فايبروتيك تيشو. طب الفايبروتيك تيشو ده هيعمل ايه؟ كانه سور بنيته كده وعمل ايه؟ متغير. يبقى الفكره لو كانت حجم كبير هتبدا تعاطب ايه؟ الفايبرس تيشو. ده مش كده وبس، زي ما هنبقى نعرف بعدين وبترسب فيه كمان مواد علشان تمنع عمليه الاسبريد، واشهر حاجه هتمنع الاسبريد زي ما نعرف كمان ستيل الكالسيوم. يبقى الفكره كلها جاب او النكروز ده كان نظيف يعني ما فيهوش بيتريفاكشن. سمول هعمل فيه ايه؟ فاجوسايتوزس. لارج مش هينفع اعمل فيه فاجوسايتوزس لانه هياخد وقت كبير. طب اعمل فيه ايه؟ اعمل لوكاليزيشن دي ازاي؟ انك تحوط الكبسول كده من الفايبرس تيشو وكمان ترسب فيه ايه؟ كالسيوم. طب ازاي الكالسيوم بيشتغل الكلام ده؟ ما تستعجلش كلها حصتين وانت. طيب ده لو ما كانش فيه ايه؟ انفكشن. طب لو كان في انفكشن، لو في بيوتيفاكشن، ادي جزء اهو وحصل فيه بيوتيفاكشن. لو حصل بيوتيفاكشن يبقى في الحاله دي هيحصل عندك ايه؟ جنجرين. او يحصل لو كان سمول سايز بالذات ابسس. يعني ايه ابسس؟ هو الابسس على فكره ممكن يجمع الجنجرين عشان تبقى عارفين. يبقى انا دلوقتي قدامك مصير النكروز اللي حصل، سبتك ولا اسبتك؟ سبتك يبقى غالبا كده دخل في البيتفاكشن، يبقى يدخلني في سكه ايه؟ ابسس وجنجرين. طب اسبتك يبقى ادخل في سكه ايه؟ قبل ما تتكلم شوف السايز، سمول فاجوسايتوزس، لارج كويس كده. البوزيشن شابتر مسكه انه صغير قوي، حوالي 10 او 11 صفحه، ولازم بيجي فيه سؤال في الامتحان. فشابتر صغير يعني السيل انجن كان شابتر كبير شويه، اما ده شابتر صغير. شابتر جديد؟ يعني احنا بنعتبر ان السيت انجن والتيشو بوزيشن من الشباتر الصغيره اصلا. تمام؟ مقارنه بالانفكشن والامبليزيا والسيفيريتي. فبالنسبه لي الاثنين دول في الامتحان بيعدوا ال 15 درجه. 15 في 75 انت بتتكلم في حوالي 5 درجه. تمام؟
طيب انت شو ده بوزيشن دلوقتي ده كده الناس بس عشان تبقى فاهم الجزء الاولاني خلاصه التيشو ديبوزيشن انت هترسم حاجات في التيشو طب هو التيشو ده عباره عن ايه يا اما هترسم جوه الخليه يا اما بره الخليه يبقى الكلاسيفيكيشن الكبير عن التيشو ديبوزيشن انتراسيلولر يعني ايه انتراسيلولر حاجات هتترسم جوه الخليه وانا خدت حاجات قبل كده ممكن ارسمها جوه الخليه ايه الميه او الفات او الميوسين او الهايلاين دول كلهم اتكلمنا عنهم في الشابتر اللي فات هيفضل بقى واحده جديده دي اللي هنتكلم عليها في الشابتر ده البيج الصبغات هتترصد جوه الخليه طيب بره الخليه خدت حاجه ممكن تترصد في كونكتيف تيشو او اوتسايد سيل مين بقى الميوسين ده واحد ومين كمان هايلاين ده كان الهايلاين حتى بقول لكم الاكسترا تيولار هو الكومنس وهيفضل ان انا ارسم بقى عارفين الجاوت ايه الجاوت ده يوريك اسيد تمام ترسب كالسيوم زي ما هنعرف الكالسيوم اول حاجه ماده كده اسمها امايلويد فنبقى نعرف يبقى انا دلوقتي تقسيم التيشو ديبوزيشن عندي حاجتين انترا واكسترا سيلولار الاسهل هو الاكسترا سيلولار ده مثال يعني احنا عندنا سبع حصص في المنهج كلهم يعني زباله واحده منهم هتعدي عندنا اللي هي بتاعت امايلويد دي عايزه دماغ رايقه والناس تبقى جايه صاحيه مش نايمه والكلام ده وكلها رسم وفيلم فهتبقى واسامي جديده وحاجات غريبه فايه؟ انتوا عارفينها. بصوا يا جدعان احنا قلنا التيشو ديبوزيشن عندي كام نوع منه؟ هترسم فين وفين؟ يا انترا سيلولار يا اكسترا سيلولار. الجزء الاولاني بتاع الانترا سيلولار ده جزء جميل جدا، سهل ومنطقي ومفهوم. انا هرسم دلوقتي ايه؟ هرسم حاجات جوه الخليه، اتكلمنا عن اربعه منهم هيفضل الفين فين. الصبغة اللي انت هترسمها منشأها فين؟ يعني منشأها فين؟ يعني الجسم بيتكونها فين؟ ولا جاية بره الجسم؟ برضه يعني ايه؟ يعني لما اجي اقول لواحد انا عندي ميلانين بيجمنت دي جوه الجسم ولا بره الجسم؟ يعني اندوجينس ولا اكسوجينس؟ حلو قوي كان عندي سبنا زمان من سبع حصص كده اسمها لايبو فيوسين لايبو فيوسين لو حد فاكر كنا اتكلمنا عنها مره كده واحنا بنشرح ايه؟ الفاتي تشينج برضه دي بتتكون اكيد فين؟ اندوجنس طب ولو جيت قلت لواحد التاتو يا عيني على التاتو التاتو ده مستبغى تمام؟ ادي اول واحد هندي هيجي لنا دلوقتي بيجيبوا حبر اسمه حبر هندي تمام انديان تيب وبتحقنه وبيفضل بيرمننت يبقى انت دلوقتي رسمت جوه الخلايا سبب بس منشأها جاي منين؟ من جوه الجسم ولا من بره؟ يبقى انا دلوقتي برسم جوه الخليه سبب جايه من بره ولا جايه من جوه؟ يبقى اندوجينس اكسوجينس تعال نبدا بالاكسوجينس هناخد النهارده الاكسوجينس بس هو كلام سهل جدا الاكسوجينس دي الصبغه يا مرة هتدخل الجسم ازاي؟ يعني هي بره الجسم انت هتعمل ايه؟ هتدخلها جوه الجسم طرق دخول اي حاجه جوه الجسم هم ثلاث طرق يا اما شمها انهاليشن يا اما بلعها انجكشن يا اما حقنها انجكشن دي اي ماده انت عايز تدخلها في جسم الانسان هما الثلاث دول يا تشمها يا تبلعها يا تحقنها يبقى تاني يا دكاتره انا بتكلم عن حاجه اسمها تيشو ديبوزيشن بدات بمين؟ جوه الخليه ولا بره؟ جوه الخليه انترا سيلولار
ايه اللي هيترسب في الخلية؟ بيجمنت. الزبدة اللي هتترسب عندك دي ممكن تبقى ايه او ايه؟ يا بتصنعها جوه الجسم يا بتصنعها بره الجسم. بدأنا من اللي بتصنع بره الجسم، يعني دي حاجات استحالة الجسم يكون بيكونها، هتدخل الجسم. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تبدأ عندك؟ ابدأ بالانجكشن لسه عينين اللي هو الانديان ايه، واللي بيذكر في الكتاب يبقى زود كلمة انديان، هو كتب ايه انديان دي مرة ناس عملوهم امتحان اعمال سنة مخصوص عشان يتسألوا ايه المادة بتاعة التاتو مع الفوش، اتعملوهم امتحان اعمال سنة مخصوص عشان تعرفوا بالضبط الناس. الفكرة بقى ايه يا دكاترة؟ هو حد عارف فكرة التاتو ايه؟ يعني بعد يومين ثلاثة تلاقيه مشي تراح بيرمنت. ليه؟ انت فاهم فكرة التاتو دي ايه؟ بص ادي السكين، افهم يا ابني حاجة تفيدك عشان تبقى دكتور نبيل كده بتقعد هيبقى تشتغل في التاتو يا دكتورة، فخليك هنا ربنا يكرمك ممكن تلقط رزقك في اي حتة. تمام؟ اللي بيروح يعمل تاتو فاكرين طمر الحلم؟ تمام؟ كانوا جايبينه قد بيشيلوا بمية النار سفح وعتى بيتحرك على الناس حرق جدا وطلع تاني. طيب بص يا بابا بقى يا عم من الدعوة الفكرة كلها ايه الانديا دي كده؟ ده نوع من انواع الحب الميتافوريك، وانت عندك ده الاسكين ده الابيديرمس وده الديرمس. طب سؤال تاني، الديرمس ده جواه حاجة اسمها ديرمال ماكروفاج، احنا اتفقنا ان الماكروفاج ده ايه؟ مفرد وظيفته في الاخر انه يعمل ايه؟ فاجوسايتوزس ده ايه؟ فورين انتجن. لما انت تحقن البكتيريا سوري تحقن الانديان ايه؟ مين اللي هيعمله ابتيك؟ الماكروفاج صح؟ والماكروفاج هتاخد الانديان ايه كده ويحصل لها ابتيك فيه ومش هتعرف تتخلص منه لان بيقولوا عليه ماده هنا ماده خامه، هيفضل جوه الماكروفاج ويقول لك كريمين فور لايف. طيب الحل بقى انك تخلص من التاتو ده انك تعمل ايه؟ تقصد الحته دي كلها او ده اللي بيستخدمه فيه الليزر. هو بيعمل ايه في الليزر؟ بيجي على الدرما المكفوفات دي كلها الاماكن دي كلها ويضربها بالليزر يموتها بالليزر. فالتاتو ده فكرته ايه؟ انك بتحقن حاجه اسمها انديان انك. الانديان انك ده بيحصل له اوبتيك بار درما المكفوفات، الدرما المكفوفات بتفضل فور لايف جو. تمام؟ وديك عرفت يا عم حاجة نعم؟ ليه؟ وبيتمرش يعني ثلاث سنة؟ لا ما هي المشكلة دلوقتي ان هو بيترسب فيها بطريقة معينة بيمنحها انها تموت. اصلها بقى بس لما تتحركش عشان تفضل تتحرك يا عم بنسمي الانجكشن. طيب تاني حاجة الانهاليشن. يعني ايه انهاليشن؟ استنشاق. طيب حد عارف لون اللنج ايه؟ شفتوا لنج يا ولاد؟ لون ورد. لنج ليه؟ بس لو انت مش داخل سجاره يبقى لونها بلاك. في جو مصر اللنج ليه؟ يعني انتوا الجثث اللي شفتوها اللنج والمتاحف اللنج كان لونها ايه؟ بص كلها ايوه كده. لكن فورمالين. فورمالين؟ يا ابني اسكت يا اللنج دي تبقى بينك في حاله واحده. لو لنج طفل لسه موجود بريء لسه ما اتلوثش في المجتمع فكريا وعلميا ايه المشكله عند سعادتك دلوقتي؟ لو واحد دايما بيشوف الاعلانات بتاعت ان الناس تبطل سجاير وما تبطلوش في الاخر يجيب له الاعلانات يجيب له اللنج كلها مليانه لون اسود ومليانه مرض وكده وبتاع ومش عارف ايه وفي الاخر اللنج دي تحس ان لونها اسود اسود قوي. طيب ايه السواد ده سببه ايه؟
سبب التدخين برضه يعني ايه؟ طب سؤال، طب ما انت لو كنت خدت اي لونج هنا ورحت حددتها ده يمكن تلاقي تاخد من السجاير تمام؟ اه السجاير بتنضف يعني. طب عمك علي جمعه هيرزعك فتره السجاير حتى. ما تمشي اي حاجه. ربنا يعين. المهم الفكرة كلها، طب انا قلت لك سموكينج، طب والشخص العادي لو خدت الظهر بتاعه برضه هتلاقيها لونها ليه بقى؟ بص تعالى معايا كده، انا هحط لك كده رسمه، ادي برونكس اهي وادي التراكيه. انت طول اليوم جو مصر الجميل ده عمال تشم كربون مونوكسيد. الكربون مونوكسيد ده اللي هو نواتج دايما تلبس مرتين كومبليت كومباشن. يعني ايه كومباشن؟ احتراق غير كامل. فبيطلع لك غاز اول اكسيد الكربون وفي كمان ثاني اكسيد الكربون. المهم اللي عندي البارتكلز دي بتاعت العوادم، انت بتشوف العوادم لونه ايه؟ ليه؟ عشان الكربون مونوكسيد والدايكسيد بالذات كربون مونوكسيد لونه بيسمع. طب ايه اللي هيحصل؟ الحاجات دي كلها هتدخل فين؟ في اللنج. جوه اللنج في حاجه اسمها انفلر ماكروفاش هتعمل ابتيك ليه؟ السؤال المواد دي هنا هيحصل لها ابتيك وهتفضل بيرمننت والله نفس فكره التاتو بالظبط، بس المره دي اللي حصل فين؟ حصل جوه اللنج نفسها. طيب في الحاله دي هيبدا بقى يظهر ايه؟ هتبقى عباره عن نقطه سوداء. الميكروفاش دي خليه يعني يا دوب نقطه سوداء. على المدى الطويل اللنج دي هيبدا يحصل فيها ايه؟ تبقى منقطه من لون الاسم. سجاير غريبه. العمليه دي النقط الاسود دي يا اولاد بيسموها ايه بقى؟ انثراكوزيس. فدايما بيسالك ده اكتب عليه سؤال ديفينيشن مهم جدا. بيسالك الامتحان يعني ايه انثراكوزيس؟ ايه بقى الانثراكوزيس ده؟ ده انهاليشن كربون مونوكسيد يحصل له ابتيك بالانفلر ماكروفاج وبيرمننت فور لايف. يبقى انا دلوقتي تحس ان التاتو وتحس ان الانثراكوزيس الاثنين زي بعض، بس الفرق ده دخل بانجكشن وده دخل بانهاليشن. يبقى ثاني اللي دخل انا بتكلم عن حاجه